سجل مطار سيئون الدولي إيرادات بلغت قرابة 255 مليون ريال خلال العام 2016 وقال مدير عام مطار سيئون الدولي حسن الكثير لوكالة سبأ الرسمية إن عدد الرحلات بلغت 451 رحلة فيما بلغ عدد المغادرين والواصلين 39808 ألفا وثمانية ركاب ووصل عدد الرحلات الداخلية إلى 94 رحلة والدولية إلى 351 رحلة